Yeah, look, I think they're a strong team, but then that takes away nothing from us. We are also a good side. أعتقد أنه فريق قوي ولكننا أيضا منافس قوي، نتطلع للفوز بالمباراة ولا نخاف من الأسماء الكبيرة لديهم، ننظر للفريق ككل ونعلم أنه فريق قوي، نستعد جيدا للمباراة، لا أستطيع الجزم بما سيحدث في المباراة، نعلم أنها مباراة صعبة ولكننا نستعد لها. هو بالفعل فريق كبير يمتلك العديد من اللاعبين الكبار، ولكننا لعبنا مع فرق كبيرة من قبل في هذه البطولة ونحضر جيدا لهذه المواجهة. الإخفاقات هي ماضي لا أتحدث عنه، نتطلع للمستقبل ونستعد بشكل جيد، والحقيقة لم نتعثر كفريق كما يظن البعض، نحن بحالة ونتائج جيدة.